ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ وانا بيكم فيديو النهارده مكبس ومنبه. بص يا جماعه، من ضمن الالعاب المجانيه الغريبه اللي بجيبها لكم النهارده، انا جايب لكم لعبه اسمها وورن ثين. ماشي، وورن ثين، دبليو او ار ان تي اتش اي ان. اوكي، اللعبه دي انا لازم اوريكم، انا مش عارف اشرحها ازاي، انا لازم اوريكم. هوريكم اول شكلها يا جماعه. ده شكلها، ده المنظر، ده شكلها. سكرين شوت. ايه ده؟ مش ما خدش سكرين شوت ليه؟ استنى لحظه، سكرين شوت. يلا كده يا جماعه، اللعبه دي بنلعب فيها بحباية دواء بتحاول توصل لمعدة انسان عشان تشتغل. بلاي، شغل من ابيها. المفروض ان هي لعبة ريج، المفروض ان هي لعبة صعبة بتاعت ريج. ماشي، شفت الحباية بتخش بق الراجل؟ ايه ده؟ موسيقى الكوبي رايت الفري. هو البتاع ما بيلفش ليه؟ لحظة، هو انا ما بلفش؟ لا، ايه ده؟ الكنترولر مش شغال. اوكي ماشي، مش مشكلة، مش لازم نلعب كنترولر. يا سلام. طب احنا على لسان الراجل زي ما انتم شايفين، دي بتاع الزغزيغه اللي بتبقى فوق في الحلقه، ما اعرفش اسمها ايه الصراحه، بس حاطين ان هم الكلب بره اللي هو الكلب الميم ده، ومفيش صور تانية. دي رجلين الراجل اللي قدام خلص دي، وما اعرفش فين الدكاتره اللي حواليه، بس اوكي. فاحنا هدفنا نوصل لبلعوم الراجل. ممكن ننط. اوكي، هي ايه ده؟ ايه؟ احنا متنا ازاي؟ لحظه، احنا متنا ازاي؟ اوكي، بلاي. ايه ده؟ ده لحظة واحدة، انتوا لازم تشوفوا حاجة مهمة. ده فوق على الشمال في عداد للموت، يعني كل مرة بنموت بيكتب لنا في العداد. اوكي تمام. طب انا المفروض انزل ازاي؟ المفروض ما نطش ولا ايه؟ ايه ده؟ الو؟ لحظة واحدة، هو انا المفروض ما المسش اي واحدة من البلاتفورمز دي؟ ما تقوليش. ايه ده؟ سكور صفر؟ يا نهار ابيض، ده انا هزعل قوي قوي. استنى بقى، استنى، ده احنا نتراي هارد. اوكي بسمع من هنا. اوكي، انا ممكن انط. اوكي والله كنت هعملها، والله العظيم كنت هعملها. استنى بقى عشان احنا نتراي هارد دلوقتي. اوكي 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 اوكي. ايه ده؟ اللعبه دي فيها تحدي شويه. عامه اللعبه ببلاش وموجودة تحت في الوصف، ها؟ يعني كل اللعب اللي بلعبها ببلاش. أنا عمال أنطفي على فكرة، والله العظيم مش عاجبني كده الكلام ده. أنا مت 5 مرات لغاية دلوقتي، هموت كام مرة؟ إيه ده؟ عامة كل اللعب اللي ببلاش كل اللعب اللي بلعبها على القناة هنا أصلا بحطها في الوصف، إلا لو لعب بلاي ستيشن، عشان ما بعرفش أحط لينك إيه الصراحة. فلو لو اللعب على البي سي بحطها لكم تحت في الوصف. أنا بدأت أتعصب. إحنا بقالنا دي 3 دقايق. كل ده في 3 دقايق بس. اوكي طيب، احنا ننزل من هنا. ايه ده؟ انا عملت جليتش وانا بيتهيألي، اوه اوكي. ايه ده؟ انا اعتقد انا عايز انط على البتاع الاصفر ده، صح؟ هوبا، ها ها. ايه ده؟ مش عارف اتحرك، والله ما عارف اتحرك. انا مت. هنبدأ من فين بقى؟ بتهزر؟ والله العظيم بتهزر. يا نهار ابيض على اللعبه دي يا جدعان، اللعبه دي هتعصبني قوي يا جدعان على فكره. طيب انا ازاي عملت الحركه بتاعت الجليتش من شويه؟ ايوه كده. اوكي اوكي ها ها ها. تفتكروا ده جليتش ولا اوبشن في اللعبه؟ اوكي اوكي، على الاقل انا ضمنت حركه، ماشي، تضمن لي ان انا ما اموتش. الحمد لله. اوكي، في حاجة تضمن لي ان انا ما اموتش. اوكي، تعالوا ننط كده. لا 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 لا، امسك بقى. ايه ده؟ الناحية التانية. ايه ده؟ ده في حاجة بتتحرك الناحية التانية ورا الحيطة. اوكي، عامة هنضطر نموت للأسف. او ماي جاد، او ماي جاد. ما هو الراجل ده لازم يخف، الراجل ده لازم يخف. اوكي، خش جوه بالعومة يا عم. انا مش متخيل اللعبة زي دي ببلاش. هي واخده مراجعات جامده جدا، انتوا مش فاهمين، يعني عشان كده نزلتها، بس ما كنتش اتوقع ان هي بالصعوبه دي، والله العظيم بجد. دي لعبه ريج يا جماعه. اوكي تعالى بقى كده. ازاي؟ ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل والله؟ ده انا الله يا ولي الصابرين. اوكي 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 اوكي، يو جاد ذس يا ابو بسديد، يو جاد ذس، يو جاد ذس. ايزي بيزي ليمون سكويز. هموت على طول، هموت على طول، هموت على طول، هموت على طول. ايه ده؟ انا ممكن امشي على الحيطه. اوكي
انا ممكن امشي على الحيطه بتقول ها. اوكي عشان عندي دلوقتي فكره صايعه جدا جدا جدا. هوبا واضح ان انا ما حسبتهاش صح. اوكي 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 تاني تاني هوبا بس ايوه سكسك كده انزل عادي. الله اكبر عليك يا بستيد. طب الحاجات الحمراء دي بقى بتموت ولا لا؟ انا ما اعرفش. فنط كده هوبا نتزحلق على الحيطه دي. اوكي 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 اظن بقى عايز انزل على الكنزايه اللي تحتيه دي ولا ايه؟ ولا نط على بتاع الصفر اللي هناك ده على طول؟ طب لحظه ليه هتعب نفسي؟ لحظه واحده نعمل كده نتزحلق كده 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 ماشي وبعدين هنحسب دي لما تنزل تحتيه ونروح نطين عليه. ايه ده لحظه واحده ده الصفر اللي هناك دي برضو ايه؟ طب لحظه انزل على دي. الله عليك هاي اللي ما عرفش بتعصب بسرعه قوي في اللعبه دي ما بستعملهاش. اوه ماي جاد ازاي اللعبه دي ما اتشهرتش؟ ازاي اللعبه دي ما اتشهرتش والله بين اليوتيوبرز بجد؟ دي اكتر لعبه ممكن تعمل فيها تحدي لما تموت تاخد القرن فلفل والحاجات دي اللي هي الحاجات التحديات اللي هي بتاعت بتاعت وجع البطن دي. يا رب يا ولي يا رب يا رب يا رب 14 مره مت يا جدعان. انا مت 14 مره في الفيديو لغايه دلوقتي ده وانا عارف طريقه غش بيها يعني. اوكي هوبا 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 الله عليك يا بستيد. اوكي هوبا نكمل على طول نكمل على طول نكمل على طول نقدر 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 بس خلاص انزل بقى على البتاع دي امشي معاها امشي معاها امشي معاها امشي معاها. اوكي دلوقتي بقى نط كده الله عليك الله عليك الله عليك كمل بقى كده كمل بقى كده كمل بقى كده نط على السباجيتي اللي هناك ده. ايه ده؟ ايه ده؟ اه ده ترول. ايه ده؟ الو؟ هي مش لعبة رعب صح؟ هي مش لعبة رعب صح؟ يا جماعة مش عايز جامب سكيرز انا استنى لحظة واحدة هي مش لعبة رعب صح؟ هو انا فين؟ هو انا فين والله؟ هي البتاعة دي ما بتقربش ليه؟ ولا بتقرب؟ انت ايه؟ لا يا جماعة والله لا لحظة واحدة والله العظيم ما قادر والله العظيم انا لعبت رعب اليومين دول لما خلاص اكتفيت فمش قادر ان انا اتخض. ايه ده؟ ايه ده؟ تمام انا مت. مش لعبة رعب يا جدعان الله يحرقها الله يحرقها. بس ازاي انا ميت 14 مرة لسه؟ ما تحسبتش بموت ها؟ ولا اتحسبت بموت؟ والله ما اعرف بس تقريبا ما اتحسبتش بموت. عامة كان في ميم موجود على الحيطة وانا رايح لل للاسمه ايه ده؟ وانا رايح للمكرونة اللي كانت موجودة دي اللي هي القطة اللي بتقعد دي بحبها فشخ. طيب تعالوا نحاول نحط كده اوبا ماشي انا اعرف انا اعرف انا اعرف انا اعرف بس بس وقف 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 اوكي دلوقتي لازم ننط على ده اوكي بعدين نتحرك معاه اوكي وبعدين اوكي وبعدين ننط كده على دي اوكي اه ده لازم اتزان اوكي قلت لي ماشي هنط اللي في النص مش حقيقيه دي قلبت على كات ماريو يا جماعه اللي في النص مش حقيقيه يا اخوانا اللي في محمد رسول الله اللعبة دي بتعصب قوي بجد اللعبة دي بتعصب قوي بجد يا رب يا ساتر يا رب يا مسهل اوكي تمام اوكي متنا عشان انا بحاول ابقى جامد عشان انا مستعجل وبحاول متنا 17 مرة لغاية دلوقتي. بص يا جماعة احنا بنلعب نص ساعة ماشي عد منهم 10 دقايق يعني عدينا تلت الطريق احنا وي كان دو ذس وي كان دو ذس وي كان دو ذس اوكي وي كان دو ذس ان شاء الله باذن الله يعني. اوكي اوكي حلو قوي النطه اللي فاتت دي ماشي دلوقتي بقى نجري كده ونحاول ايه نمسك الحيطه من حته عاليه حلو قوي ونكمل بقى لقدام ماشي 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 ماشي, ماشي, ماشي بس نط بقى لقدام هوبا انزل عادي هوبا اوكي نط بقى عادي اوكي 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 لحظه واحده بقى لحظه واحده لحظه واحده عشان نفهم
ايوه ارفع لي دي كده، نط بقى كده. ليه نطيت كده بالبسيط؟ هقول لك، عايز انط على دي مش حقيقيه، مش حقيقيه يا جماعه. حسبي الله ونعم الوكيل. اللعبه ما فيهاش تشيك بوينتس، اللعبه عباره عن انك لو مت ارجع بقى عيد، ارجع عيد من الاول. الله يا وليس. انا عارف ان اللعبه دي اكتر لعبه مجانيه لعبتها في القناه هنا، ممكن تلبسوا اصحابكم فيها والله العظيم. خش يا اسطى جرب اللعبه دي، بص لعبه عبيطه وهتضحكك ومش عارف ايه، واتفرج بقى على صاحبك وهو بيعيط دم والله العظيم. بس كده اوكي اوكي انزل بقى على ده، بس اتحرك معاه حلو قوي. نط بقى كده، انزل على دي جميل، بعدين نط على دي بس. اهدى 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 اهدى. اوكي دلوقتي بقى هنط على في الاخر ولا ايه؟ هجرب اللي في الاخر دي. هوبا برضه مش حقيقية. في حاجة حقيقية طيب في اللعبة؟ ولا انا لازم اجرب كل حاجة واتغفل من كل حاجة؟ عامة انا جات لي فكرة. بص يا جماعة الحركة دي يا جماعة، بص يا جماعة الحركة دي يا جماعة. أولا هنا مش هقف خالص، بلاش نعمل كده بلاش نعمل كده بلاش نعمل كده بلاش نعمل كده. عامة اللعبة زي دي بتوريك ان اللعب المجانية اولا ممكن تكون ممتعة، تاني حاجة ان اللعب مش لازم تكون جرافيكس عالية عشان تبقى ممتعة. يعني انا مستمتع جدا بجيم بلاي اللعبة دي لان عايز اعرف اخرها ايه، بمجرد ان فيها كام ميم بس. يعني الدنيا لو اللعبة ضحكتك او عصبتك او كده انت بتتبسط من الاخر. اوكي نوصل لغاية البتاعة دي، انا مش عارف اعمل ايه الصراحة. يعني انا هنا انا الغلطان، انا عيل وغلط. حقك عليا يا عم الدكتور، انت اصلا زمانك مت. تخيل الدكتور عمال بيرمي جواك حبوب فاهم عشان ينقذك من اي فيروس عندك ولا اي حاجه عندك وانت ايه ده؟ يا ابن الذين ابست يا لعيب يا لعيب. ايه اللي فصل؟ ايه اللي فصل؟ ده من القلشه ولا ايه؟ بس وقف كده، انزل عادي بس خلاص خلاص. امشي بقى معاها ونط دلوقتي، ومن هنا تنط على هنا. اهدى بقى، اهدى اهدى اهدى، لان واضح ان كل حاجه هنا كدب ماشي. كل حاجه ايه؟ كل حاجه كدب. فايه ده بقى كده، خليك كده ماشي، وبعد كده نط كده. وتعال بقى كمان على طول الاخر، هل هنوصل ولا لا؟ هل نوصل ولا هنلمس في الاخضر؟ لان لو وصلنا يبقى دي الطريقه. اوكي هو احنا وصلنا، بس اللي على انا زعلان والله، انا زعلان. على الاقل وصلنا لحته جديده، على الاقل عرفنا ازاي نوصل. هي المعده هو كم متر للمعده؟ انا مش فاهم يعني كم متر عشان اوصل لمعده البني ادم، وبعدين ليه في حمض معده ماشي بره المعده؟ يعني الراجل ده عنده ايه؟ ايه المرض؟ ايه المرض اللي بيعمل كده؟ عشان ما اعرفوش الصراحه، انا مش دكتور، انا مهندس، مهندس مبرمج. في عظام اصلا على الشاشه من على الشمال، انا مش فاهم جاي من فين. انزل لي يا عم على البتاع دي، نط لي كده. بس احترفنا احترفنا، لازم نعترف ان احنا احترفنا ماشي. خلي ده ينزل على الاخر، حلو اجري نط بس. كمل بقى لقدام بقى، سيرف 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 لقدام، سيرف لقدام سيرف لقدام. حلو 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 حلو، بطل بطل بطل، وكمل لقدام كمان. عايز اجرب حاجه ماشي، نوصل لاخر الحيطه دي. هل ينفع امشي بقى شمال؟ هو انا فين؟ ايه ده، انا عملتها. اوكي بعدين نعمل كده، خبطنا. بس على فكره الفكره اللي عندي والله حلوه، والله الفكره اللي عندي حلوه، الفكره حلوه حلوه يعني. فاوكي عارفين في حته كده من حيطه من الحيطان اللي احنا بنحاول نعدي منها، اخر حته دي اللي انا مت فيها مرتين لغايه دلوقتي، شكلها كانها الاسيد اللي بيموتني، اللي هو الحمض اللي بيموتني الاخضر ده. فمش عارف لو لمستها كحيطه هل تعتبر حيطه ولا تعتبر حمض؟ عامه انا هنا لازم انزل، لا مش لازم، ممكن اعمل كده عادي، اكمل كده. يا لهوي انا هموت انا هموت انا هموت. الا اذا الا اذا الا اذا الا اذا متنا، مفيش الا اذا. هو ليه سكوري صفر وانا ليه سكوري صفر؟ وليه ميت 26 مره يا عم؟ مش من هنا يا عم، احنا نهرب من بالعومه من بقى قصدي. يلا
انا اصلا ازاي مش عارف اعدي اول حته برضه لغايه دلوقتي، يعني ازاي لسه بخسر في اول حته دي؟ مش متعصب خالص على فكره، كويس ان انا مش صايم، اصل انا بسجل الكلام ده في رمضان بس بسجله بعد الفطار، يعني انا سجلت لكم كام فيديو قبل الفطار باللبس اللي انا لابسه ده، بعد كده كام فيديو بعد الفطار، فكويس ان انا مش صايم وانا بسجلها، عشان فعلا كنت ممكن اوقف اليوم كله والله العظيم. انا عارفني، اقسم بالله انا عارفني، يعني في حاجات كده بتخليني اقول انه خلاص. المشكله انت لو لعبت اللعبه دي هتعرف ليه ساعات بغلط غلطات غبيه. النط مش دايما بيعمل نفس الحاجه، فاهم قصدي ايه؟ يعني مش دايما هتقع نفس الوقعه وانت بتنط، لو لعبت اللعبه دي هتفهم انا قصدي ايه. هي مساحتها صغيره عامه، اللي عايزها هتلاقيها تحت في الوصف. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي انا والله العظيم لو اعرف ان هي ريش جيم اصلا كنت تجنبتها والله العظيم. بالمزيكا اللي شغاله دي قولي ان انا اقدر انط من هنا لهنا، قولي ان انا اقدر انط من هنا لهنا. الحمد لله انقاذ للحياه وللموقف، وهوبا وهوبا الله عليك يا ابو بستيت، وهوبا الله عليك يا ابو بستيت، الله عليك يا ابو بستيت. هي دي بقى ولا ايه؟ نوصل للمعده بقى، نوصل للمعده يا ريس، نوصل. انا شكلي هلمس الحمض والله، شكلي هلمس الاسد والله، شكلي هلمس الاسد والله، شكلي هلمس الاسد. لا ما لمستوش. اوكي اهدى بقى كده، عايزين نروح من هنا لاكتر حاجه قدام بس. اوكي يا نهار ابيض عليا، يا نهار ابيض عليا. اوكي بنقرب 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 يا اخوانا. لو حد اتعصب لي يعني قولوا لي انت بتضحكوا عليا ولا بتتعصبوا معايا، يعني انا صعبان عليكم ولا بضحككم؟ حابب اعرف الصراحه، نفسي اعرف الصراحه، فقولوا لي تحت في التعليقات بليز. اوكي ماشي، حلو 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 حلو. روح معاها بقى ونط هنا، من هنا اجري نط كده بس خلاص. اوكي دلوقتي بقى اجري نط كده بس خلاص. ايه بقرب قوي من الارض كده ليه؟ بقرب قوي من الارض. الحمد لله. لا عدينا. اوكي هنا بقى عايزين نمشي قدام على طول كده، هون كده هون. انا خبطت في ايه؟ هو انا خبطت في ايه؟ انا مت 30 مره. هو انا خبطت في ايه؟ انا مت 30 مره في 17 دقيقه. هو انا خبطت في ايه؟ مفيش تشيك بوينت علينا كده يا اسطى ولا ايه؟ والله تفتكروا في حد عامل فيديوهات؟ اكيد كنت بقول لكم تفتكروا في حد عامل فيديوهات للعبه دي عباره عن بيرفكت ران، اللي هو حد دخل خلص المرحله ومشي بس. بعد كده قلت لنفسي اكيد يعني في كده، اكيد في ناس بتحب تفليكس في اي حاجه والله العظيم، حتى لو لعبه زي دي لعبه مجانيه هفليكس. ماشي هوبا. اوكي همشي على الحيطه، اعتقد ان ماشي على الحيطه ده بالمناسبه مش جزء من اللعبه، اعتقد ان احنا كده بنستهبل، بس هعتبر الدواء ده بيلزق في الحيطه فماليش دعوه. فاوكي اثبت بقى هنا بس، امشي بقى لقدام، بعد كده لقدام تاني، امسك هنا. اوكي دلوقتي بقى خش كده. اوكي في ايه؟ ايه ده؟ انا نجحت 30 موضة بس. اوكي استنى بقى عشان عايز اجرب الكود ده اعرف بس بيعمل ايه. لحظة واحدة، الكود بتاع اللعبة القذرة دي بيعمل ايه؟ يوديني على فين؟ youtube.com. انتوا عارفين الفيديو ودا اللعبة ودتنا على فين بالكود؟ عارفين الكود ودينا على ايه؟ ريك رول يا جماعة. اللعبة عملية الريك رول يا جماعة. اللعبة بعد ما تخلصها ماشي بتهزقك، بتعمل لك ريك رول. أنا والله العظيم كنت ناوي أجرب ألعبها تاني عشان أخلصها بسرعة دلوقتي في السريع، بس أنا اتعمل لي ريك رول. سلام يا بيستوي.